من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال يوحنا الرسول: في يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا، وكان بعد ظلام، فرأت الحجر مرفوعا عن القبر، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يسرعان معا، إلا أن التلميذ الآخر سبق بطرس فوصل إلى القبر أولا وانحنى، فرأى الرباطات ملقاة إلى الأرض ولكنه لم يدخل. ثم وصل سمعان بطرس يتبعه، فدخل القبر وشاهد الرباطات ملقاة إلى الأرض، والمنديل الذي كان على رأس يسوع غير ملقا مع الرباطات، بل مطويا وحده في موضع آخر. حينئذ دخل التلميذ الآخر الذي وصل إلى القبر أولا ورأى فآمن، لأنهما لم يكونا بعد قد فهما ما جاء في الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من بين الأموات. ثم عاد التلميذان إلى حيث يقيمان. حقا والأمان لجميعكم.